أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، والتي نخصصها للحديث حول خطر تسرب المياه إلى داخل خزان صافر العائم برأس عيسى في محافظة الحديدة. أكدت وزارة النفط والمعادن أن خزان صافر العائم برأس عيسى معرض للانفجار في أي وقت بسبب توقف الصيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن المنشأة والأنابيب والمعدات التي بداخلها أصبحت متهالكة. وأشارت في بيان أن هذا التهالك سيتسبب في تسرب الغاز الخامل عوضا عن تسرب النفط الخام، كما أن منظومة مكافحة الحريق باتت منتهية وتوقفت كغيرها من المعدات. إلى ذلك حذرت الحكومة من خطورة غرق خزان النفط العائم صافر في رأس عيسى، مناشدة الحكومة والأمم المتحدة للتدخل بالضغط على ميليشيا الحوثي التي ترفض السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان النفطي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما وضع خزان صافر العائم برأس عيسى؟ ومن يتحمل مسؤولية منع فريق الصيانة من الوصول إلى الخزان؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. خزان صافر معرض للانفجار أكثر من أي وقت مضى. بهذه الكلمات وجهت الحكومة الشرعية على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي تحذيراتها للأمم المتحدة من خطورة وضع الخزان الواقع في رأس عيسى بمحافظة الحديدة. الخزان الذي بدأت دعوات المطالبة بإصلاحه منذ العام 2015 لا يزال ينتظر الصيانة، خاصة بعد تزايد احتمالات تعرض الأنبوب للغرق نتيجة حدوث ثقب في الأنبوب وتسرب المياه إلى غرفة المحركات. الدعوات الحكومية تزامنت مع اتهام وزارة النفط للميليشيا برفض كل الوساطات وتجاهل جميع المبادرات وعرقلة دخول الفرق الفنية لإصلاح الخزان النفطي. الحكومة كانت قد وجهت دعواتها للأمم المتحدة منذ العام 2017 للمساعدة في حل وضع الخزان من خلال إرسال فريق فني لتقييم حالته وعمل الصيانة اللازمة، لكن المناشدات الحكومية تم تجاهلها. وإلى جانب الحكومة كانت الدول المطلة على البحر الأحمر قد بعثت قبل نحو شهرين برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة بممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وصيانة الخزان، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ما هو مؤكد أن بقاء السفينة العائمة في رأس عيسى دون صيانة قد يؤدي إلى تدمير المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، وهو أمر إن حدث فإنه لن يؤثر على اليمن فقط، بل قد تطال تبعاته جميع الدول المطلة على البحر الأحمر. وللنقاش في هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من كوالالمبور الناشط السياسي عبد الواحد العوبلي. أهلا بك سيد عبد الواحد. سياسيا من المسؤول عن هذا الأمر، ومن المسؤول إن حدثت كارثة إزاء تجاهل هذا الوضع الخطر؟ مساك سعيد أولا. طبعا من أكثر من 4 سنوات والحوثيين يستخدمون الخزان العائم صافر كرهينة لابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لتمرير مطالبهم الغير قانونية وغير المشروعة، ويستخدموها كذلك للحصول على مكاسب مادية، مثلما أعلن أكثر من مرة أكثر من مسؤول حوثي في عدة أوقات أنهم يريدون الحصول على قيمة النفط الموجود على الباخرة، والذي يبلغ أكثر من 1,140,000 برميل. ربما عندما كانوا يطالبوا بهذا بقيمة النفط كانت قيمته تصل إلى أكثر من 80 مليون دولار أمريكي. طالب بها هشام شرف وزير خارجية الحوثيين، وأحمد عبد الله دارس وزير النفط في حكومة الانقلاب الحوثي. لذلك هم يستخدمون هذه الناقلة كوسيلة للابتزاز، أولا ليهددوا قوات التحالف بعدم دخول الحديدة أو السيطرة عليها من قبل الجيش اليمني، وبالإضافة إلى الحصول على مكاسب مادية. وهم
طوال الأربع سنوات الماضية، وهم يرفضون وصول فرق الصيانة للباخرة، ويرفضون وصول الوقود اللازم لتشغيل السخانات داخل الباخرة ومحاولة إعادة الجهود الصيانة، بالإضافة إلى أنه منذ أن استولى الحوثيين على شركة صافر في نهاية العام 2014 قاموا بنهب مخصصات الصيانة الخاصة بالباخرة صافر، والتي كانت تبلغ أكثر من 10 مليون دولار سنويا. قام الحوثيين بنهبها، وبالتالي ظلت الباخرة بدون صيانة، بالإضافة إلى نهب الحوثيين لمبالغ التأمين الخاص بتغطية المخاطر التي ممكن تتعرض لها الباخرة، وبالتالي بقيت الباخرة طوال هذه السنوات بدون تغطية أمنية وبدون صيانة. نعم. مما يعرضها لخطر شديد محتمل في أي لحظة، سواء للانفجار أو تسرب النفط منها إلى البحر الأحمر. نعم، إذن لنشرك في النقاش معنا وزير الخارجية في حكومة الحوثيين هشام شرف. أهلا بك سيد هشام. إذن الجميع يتهم ميليشيا الحوثي بأنها السبب في عرقلة وصول الفريق الأممي لصيانة هذا الخزان، الذي يعني تركه سينذر بكارثة كبيرة ما إذا انفجر. ما ردكم؟ مساء الخير. مساء. اولا اصحح لك، هي حكومه الانقاذ الوطني في صنعاء وليست حكومه الحوثيين. يا مؤتمر الشعب هكذا سيد هشام، حتى نتفق على المسميات، هذا هو الاسم الموضوع الذي نعم تفضل. هذا الاسم عندكم وهذا الاسم عندنا، كل واحد يسمي الاسم الذي يشتيه. المهم ناتي الى موضوع السفينه صافر. في الوقت الحاضر هناك من يريد أن يسجل مواقف لا غير تسجيل مواقف لمحاولة للظهور، وكمن يريد أن يقول نحن هنا، نحن لا نعترف بأي حكومة أخرى إلا حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، ونعرف كيف ندير شؤوننا. وبالتالي موضوع سيد هشام، حتى يمر النقاش، حتى يظل النقاش مستمرا في الإطار المعترف به دوليا، هناك حكومة شرعية متواجدة بغض النظر عن مكان إقامتها، هي معترف بها دوليا، وأنتم حكومة لا تعترف بها أي جهة سواكم أنتم من قمتم بهذا الانقلاب. لكن سؤالي وموضوع هذه الحلقة، لماذا ترفضون وصول الفريق الأممي لإصلاح هذا الخزان الذي ما إذا انفجر سيتسبب بكارثة كبيرة على الجميع؟ على موضوع السفينة، نحن وافقنا على أن تتم هناك صيانة وتقييم للوضع وصيانة في يعني توقيت واحد، وأرسلنا مذكرات مش فقط للأمم المتحدة وإنما لدول أخرى، وتواصلنا مع دول. نحن غير صحيح ما يقال أننا ضد تقييم وضع السفينة وصيانتها. سيد هشام، حتى نتكلم بشكل مهني وحقيقي يستفيد منه المواطن اليمني والمشاهد معنا، المنطقة التي يوجد بها الخزان أنتم تسيطرون عليها، وهناك تقارير لخبراء أمميين وليس اتهام من الحكومة فقط، هناك تقارير أممية تتهمكم أنتم بعرقلة وصول الفريق الأممي. إذن من المسؤول عن عرقلة إصلاح هذا الخزان؟ ونحن عبر قناتكم للمواطن اليمني نقول أن هذه تقارير غير صحيحة، وإننا بالعكس وافقنا على قدوم فرق الصيانة والتقييم مع بعض، وليس يعني محاولة استخدام هذا الموضوع استخدام سياسي. نحن نخاف أو نخشى على البحر الأحمر وعلى مواطنينا أكثر من خشية الجالسين في الفنادق، وبالتالي غير صحيح ما يقال. أنا أوضحها للمواطن، نحن مستعدون لاستقبال فرق التقييم والصيانة يتفضلوا إلينا في صنعاء، لكن المطمطة حق الوقت واستخدامها كورقة في المؤتمرات واستخدامها في أكثر من محفل دولي استخدام سياسي هذا لا نقبله. وبالتالي إذن مرة ثانية أنا أقولها، حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء وافقت على كل ما طلبت الأمم المتحدة، وهناك مذكرات رسمية، وتتمنى أن
تعطي الفرصة أوريكم إياها، وبالتالي سلامة البحر الأحمر تهمنا، العلاقة الطيبة مع الجيران في كل الدول تهمنا، وفي النهاية القرار هو ليس قرار إخواننا الذي في الفنادق، القرار هو قرار المملكة العربية السعودية وتحالف العدوان هو الذي سيتفق معنا في طريقة إذن سيد هشام الحفاظ على هذه السفينة وعدم استخدامها استخدامات خاطئة. بالضبط هذا هو الكلام الذي أنت يعني مسؤول في حكومة الحوثيين في صنعاء ترجع أو تلقي اللوم على الحكومة الشرعية المتواجدة في الرياض. أشرك معي السيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة من الرياض. سيد راجح بادي، سمعت ما قاله هشام شرف عن هذا الموضوع، وهو يقول أنهم موافقون على وصول الفريق الأممي لإصلاح هذا الخزان، ما ردك؟ مساء الخير سيدي الكريم، أهلا بك. أنا أتمنى أنه هشام شرف يكون يعني قدر الكلمة الذي والالتزام الذي أطلقه على قناتكم أنه مستعد لاستقبال وفد الوفد الفني الفريق الفني لصيانة السفينة. لا أدري من يغالط السيد هشام شرف، وهو يعرف أنه يعني لا يمتلك أي صلاحيات مطلقة لإصدار مثل هذه الالتزامات وهذه الوعود، ونحن نعرف أن المتحكم بوزارة الخارجية في صنعاء هو المدعو حسين العجي وليس السيد هشام شرف، الذي يعني هو عبارة عن خيال مآتة في الوزارة فقط للأسف الشديد. قضية الخزان صافر معروفة للعالم ومعروفة للقاصي والداني، وهناك خطابات ومراسلات واضحة وبإمكاننا أن نزودكم في القناة بها يعني أكثر من مرة، ويتم التفاهم مع الأمم المتحدة ومع المبعوث الأممي أنه سيتم التشاور مع ميليشيات الحوثي من أجل السماح للفريق الفني بالدخول إلى السفينة، وفي آخر لحظة يتم يعني التراجع والتعذر بعدم استقبال هذا الوفد. وكانت هناك وساطات أممية، وكانت هناك وساطة بريطانية، ووساطات كثير من الدول، لكن الحوثيين تحدثوا بشكل واضح وبشكل صريح، وأعتقد أن السيد هشام شرف لا أدري هو يدري بهذا الكلام أو بهذه المشاورات التي تمت سواء بين البريطانيين والميليشيات الحوثية، وتحدثوا بشكل واضح وصريح أنهم يستخدموا الخزانات صافر كورقة ضغط على الشرعية وعلى التحالف في حال قررت يعني تحرير أو الهجوم على مدينة الحديدة من أجل تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، بأنهم سيقوموا بتفجير هذه السفينة والتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر، ويعني قد تكون هي الكارثة البيئية الأكبر في العالم إذا لا قدر الله وحدث هذا التسريب. نحن تحدثنا كثيرا مع الأمم المتحدة وتحدثنا. نعم سيد راجح. نعم دعني أعود بالحديث للسيد هشام شرف. سيد هشام، إذن هذا ما قاله المتحدث، وأنا هنا أتكلم بين هلالين، المتحدث باسم الحكومة الشرعية وهو مسؤول عما يقول، قال أنكم يعني هذا الرأي وهذه الموافقة بوصول الفريق الأممي إنما هي يعني إنما هو رأي شخصي من قبلك أنت، وليس يعني حديث باسم حكومتكم التي في صنعاء القابعة في صنعاء التابعة للحوثيين. ما ردك حيال هذا القول؟ ردي بسيط وواضح، هناك مذكرات وهناك يعني مراسلات رسمية للأمم المتحدة ولدول أخرى تواصلت معنا بأننا مستعدون لاستقبال فريق تقييم وصيانة، افهموا الكلمتين هاتين، يعني أن هذا التصريح سيد هشام الوضع. إذن هذه الموافقة هي موافقة باسم حكومة الحوثيين أم أنها رأي شخصي؟ هذه موافقة باسم حكومة الإنقاذ الوطني بالسماح لفريق تقييم وصيانة للقيام بالعمل في نفس الوقت في موقع السفينة صافر، وأنا مسؤول عن كلامي، ومن يقول أن هناك حكومة ظل أو هناك ناس يشتغلوا هذا الشيء يخصهم هم لا يخصنا، نحن حكومة وفاق أو توافق وطني موجودة على الأرض، ونحن من يمتلك هذا الخزان، ونحن من يمتلك هذا البترول، ونحن من سيتخذ القرار، وليس الأخوة اللي جالسين وراء الحدود.
إذن أعود إليك سيد عبد الواحد العوبلي من كوالالمبور. هناك إذن اتهام من قبل فريق الخبراء ومن قبل الحكومة بعرقلة إصلاح هذا الخزان، اتهام للحوثيين، والآن نسمع موافقة على الهواء من وزير خارجيتهم أن هناك موافقة تامة لوصول هذا الفريق. من المسؤول إذن، أم أن الكرة باتت في ملعب الحوثيين فقط؟ يا سيدي الكريم، ليس بعد الكفر ذنب، وليس بعد أن تكون حوثي جريمة. هشام شرف أحد المسؤولين في حكومة الحوثي الانقلابية، وهو يكذب كما يكذبون طوال الخمس سنوات السابقة، وهو يعرف. أنا في بس نقطة أحب أنبهك عليها ونبه الأستاذ المشاهدين، أن الباخرة صافر في حالة فنية مزرية للغاية، وعمليا الباخرة لا يمكن تفريغها أو صيانتها في هذا الوضع. وقد كانت أصلا الأمم المتحدة عمدت إلى البدء في نقل سحب القافرة إلى أقرب منطقة عمل أو ورشة لإصلاح هذا النوع من البواخر لتفريغها وإجراء الصيانة الخاصة بها. وبالتالي أصلا إجراء الصيانة للباخر عمليا وفنيا غير ممكن في مكانها، ويجب أن يتم نقلها بأسرع وقت ممكن ليتم تفريغها وعمل الصيانة اللازمة. وبالتالي هشام شرف ليس قدر كلامه، ولا يستطيع أصلا أن ينفذه، أن 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 يقوم أن يسمح لأي فريق لصيانة الباخرة. هو صرح أصلا أنه هو بيقول أن الباخرة ملكه، الباخرة ليست ملك له، الباخرة ملك لشركة صافر المملوكة للشعب اليمني وليست لجماعة الحوثي الانقلابية. سيد راجف بادي، لا الباخرة ولا النفط الموجود داخلها ملك لجماعة الحوثي، وهم زي ما سبق ونبهت أنهم يستخدمون هذه الورقة لابتزاز العالم، وهم يريدون ببساطة قيمة النفط الموجود على الباخرة لمصلحتهم الشخصية ولأغراضهم الشخصية ولجيوب جماعة الحوثي. اسمح لي عبد الواحد، سيد راجح بهدي، ما يقوله هشام شرف أنهم موافقون على وصول هذا الفريق، ما مدى ثقتكم بهذا التأكيد والتصريح على الهواء مباشرة ولأكثر من مرة بأنهم موافقون على وصول هذا الفريق وإصلاح الخلل في هذا الخزان؟ ثقتنا منعدمة تماما، ولا نثق بهذا الكلام ولا بهذا الوعود، لأنه مع احترامي لشخص هشام شرف هو ليس صاحب القرار، وأنا أتمنى أنه يعني بعد هذه المقابلة أن يرسل خطاب إلى مكتب المبعوث الأممي أنهم موافقين لاستقبال الفريق الهندسي، حينها سيكون يعني، وأتمنى أنه يعني تثير هذا الموضوع الأسبوع القادم، وستكتشف أن السيد هشام شرف وجه هذا الخطاب لمكتب المبعوث الأممي أنهم موافقين لاستقبال الفريق الهندسي، بعدها حينها سنعرف من هو الذي يكذب ومن هو الذي يقول الصدق. سيد هشام شرف، إذن أنت سمعت ما قاله راجح بادي أنهم لا يثقون أبدا بما تصرحون به، استنادا على ما سبق وبالوقائع على الأرض، كيف لكم أن تؤكدوا هذه المرة صدق ما تقولون؟ أتمنى أن ترسل لي بعد هذه المقابلة فاكس الخاص بالقناة المتوقيس، وسأرسل لكم مذكرتنا إلى مكتب المبعوث التي ذكرنا فيها استعداد الحكومة لاستقبال فريق تقييم وصيانة في نفس الوقت للأمم المتحدة وللمبعوث، ونحن نعرف أننا عندما نتكلم عن شيء ننفذه، نحن لسنا كما يقول البعض، يعني مع احترامي وتقديري كذلك الأخ راجع وهو زميل عزيز علينا في حكومة سابقة، أنا أتمنى من الكل أن يعرف أن محاولة استخدام هذا الملف استخدام سياسي أو عسكري فاشلة، وأننا نحن في صنعاء سنتعامل مع دول العدوان في القيام بصيانة هذا المنشأة، وليس مع الأخوان الذي لا حول ولا قوة لهم والجالسون خارج الحدود. وبالتالي الشعب اليمني يعرف أننا نحافظ على البحر الأحمر، نحافظ على علاقاتنا الجيدة مع دول الجوار، وبالنهاية لما قالوا أنه هذا مش ملك
هشام شرف أو حكومة الإنقاذ الوطني، هذا البترول ملك الشعب اليمني فعلا، نعترف جميعنا بهذا، لكننا نحن الآن على الأرض. نعم، هو ملك الشعب اليمني، ومع ذلك في أبسط مثال مصلحة الشعب اليمني. نعم، ومصلحة البيئة. النفط هو ملك الشعب اليمني، وكأبسط مثال أن أسعار النفط انخفضت في جميع أنحاء العالم إلا في مناطق سيطرتكم. ولكن ليس هذا موضوعنا هنا، الموضوع هو كيف ستقنع المشاهد. اسمح لي سيد هشام. لا. كيف لكم أن تقنعوا المواطن في هذا الجانب؟ نعم، كيف لكم أن تقنعوا المواطن والمشاهد بمنع المعرقل لوصول هذا الفريق وهذه المنطقة تحت سيطرتكم؟ إذن من المعرقل لوصول هذا الفريق؟ اسألوا الأمم المتحدة واسألوا المبعوث، هل لم يستلم منا الموافقة على وصول فريق تقييم وصيانة؟ أقول لك ما هو السبب، يعني خلينا نكون واضحين يعني أمام الجماهير. الأمم المتحدة عندما تريد إرسال فريق تقييم يأخذ له 6 شهور إلى سنة، ثم بعد فريق صيانة، ثم المطمطة هذه نحن لا نقبلها. نريد أن يتم العمل على الأرض، يعني على السفينة نفسها وفي نفس الوقت، وليس محاولة استخدام هذا الموضوع لأشياء غير موضوع التقييم والصيانة. أنا أقولها أمام الجماهير، نحن لا نمانع في الصيانة، لكن لازم أن يكون الفريق هذا يلتزم بمعايير البروتوكول الدولي للتقييم والصيانة لأي منشآت واقعة في مناطق حرب وليس استخدامها. أنت تتحدث سيد هشام وكأن الأمم المتحدة هي من تسيطر على منطقة الخزان. لا بالعكس، الأمم المتحدة هي الوسيط المحايد في الوقت الحاضر، ولو أنها مش محايدة 100%. وهل الوسيط يعرقل؟ لا بالعكس، الوسيط إلى الآن لم نجد منه التجاوب السريع على موضوع وصول فريق مشترك للتقييم والصيانة. أنا من أول جلسة أقول لك فريق تقييم وصيانة، ما معنا مهندسين يأتون لتقييم السفينة، وفي نفس الوقت يكون المهندسين الذي يصلح مثل هذه الأضرار في الخزان العائم صافر موجودون. لا نريد أن يتم استخدام الملف في اتهامات وسجالات لا داعي لها في الوقت الحاضر. نحن الآن على عتبة مشاورات سلام ودخول في مرحلة جديدة، لا نريد أن يتم استخدام هذا الملف. إذن نستخلص من كلامك هذا أنكم تتهمون الأمم المتحدة بعرقلة الفريق الأممي من الوصول، صحيح؟ لا، نحن نتهم دول العدوان، لا نتهم الأمم المتحدة، دول العدوان خلف هذا الموضوع كله. إذن أنت تتهم السعودية والإمارات بعرقلة وصول الفريق الأممي إلى مناطق سيطرتكم. أيوة، نتهمه. إذن أشكرك، يعني أشكرك سيد هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين من صنعاء. وأعود إليك سيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة من الرياض. سمعت ما قاله هشام شرف، هو يتهم السعودية والإمارات بعرقلة الفريق الأممي من الوصول إلى مناطق سيطرتهم لإصلاح هذا الخزان، ما قولك؟ يا سيدي الكريم، قضية الخزان هذه قضية واضحة للرأي العام المحلي والرأي العام الدولي، وسبق ذكرها في تقرير فريق الخبراء، وتحدث فريق الخبراء بشكل واضح وصريح عن امتناع الحركة الحوثية عن استقبال أي فريق أو أي محاولات أو أي عمليات لتفريق هذا الخزان من 1,140,000 برميل الموجود على ظهرها. نحن الآن يعني بعيدا عن لغة تبادل الاتهامات، نحن الآن في وقت خطير وخطير جدا. إذا لا قدر الله بدأ عملية تسرب الكميات الكبيرة من النفط من هذه السفينة إلى مياه البحر، فنحن البيئة البحرية في المنطقة مهددة بكارثة بيئية. إذن ما خياراتكم إزاء هذا الوضع الخطير كحكومة شرعية؟ حتى في مؤتمر اليوم، في مؤتمر المانحين، أكثر من متحدث تحدثوا عن خطورة الوضع في السفينة، ومن ضمن الذين تحدثوا السيد وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لكي تسمح بصيانة السفينة وتفريغ حمولتها من هذه الكميات الكبيرة من النفط. ما لم لا قدر الله سنكون أمام كارثة بيئية خطيرة وخطيرة جدا. والسيد عبد الواحد العوبلي
ضيفك من ماليزيا يعني هو خبير في هذا الجانب وبإمكانه أن يتحدث. إذن ما خياراتكم سيد راجح في الحكومة إزاء هذا الوضع الخطير؟ عن الكارثة البيئية نحن نتعامل مع الأمم المتحدة ونتعامل مع المبعوث من أجل الضغط ومع المجتمع الدولي من أجل الضغط على الحوثي أن يسمح بصيانة هذه السفينة أو سحبها إلى أقرب ميناء من أجل أن تتم عملية الصيانة. نحن نتعامل بمسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية، لكن للأسف الميليشيات الحوثي لا تمتلك ذرة مسؤولية وتراهن يعني وتخضع يعني هذه السفينة لمسائل ابتزاز ومصالح أشكرك يعني سيد راجح. لا تمت للمصلحة الوطنية والمصلحة الإنسانية بصلة. أشكرك راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية من الرياض، وأعود إليك لأختم سيد عبد الواحد، ما تقييمك لأداء أو لتعامل الأمم المتحدة مع هذا الوضع والاستمرار استمرار الحوثيين في منع الفريق الأممي من الوصول لإصلاح هذا الخزان؟ تعامل أو تقييمي الشخصي لتعامل الأمم المتحدة في موضوع الخزان لا يختلف عن تعامل الأمم المتحدة في بقية الملفات سواء في الملفات الإنسانية والملفات السياسية. الأمم المتحدة تتعامل بشكل غير إيجابي ولنقول هي ترعى وتفضل أو تغلب مصالح الحوثي عن مصالح الشعب الإيراني، وبالتالي تتحمل الحكومة منظمة الأمم المتحدة مسؤولية كبيرة في عدم تهاونها وتماهيها مع رغبات الحوثي في ابتزاز اليمن والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالباخرة فاخر، وبالتالي الأمم المتحدة بحاجة إلى موقف صارم وحازم أكبر مما هو حصل حاليا لأنه هي تتحمل جزء كبير من المسؤولية. نعم أشكرك عبد الواحد العوبلي الناشط السياسي، كنت معنا من كوالالمبور في ماليزيا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.